الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا كلامي 4 دقائق بس، حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي، وهو ثابت كما قرر علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي ذات يوم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أنا يا غلام وادعمه، قال له: أنا داير أعلمك كلمات، 6 كلمات، 6 كلمات. قال: إذا سألت قال: احفظ الله يحفظك، كلمة رقم 1، احفظ الله يحفظك. يعني قال لك انت لو حفظت الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله، الله بيحفظك سبحانه وتعالى. وطالما الله بيحفظك يبقى ما في داعي تسوي لك حاجات تقول دي حراسات ووك، ولا يشربوك حاجة، ولا يأكلوك حاجة. يقول لك أم اللحود، ما في حاجة اسمها أم اللحود، ده شرك بالله تعالى. ما في حاجة في الدين اسمها حجبات، لأنه ده شرك بالله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة للألباني من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه: من علق تميمة فقد أشرك. قال لك انت مشرك لو علقت حجاب. قاعد هسه كتير واحد تقول له ارفع العقرب، يقول لك يا زول بتطقني، يا زول شيل العقرب، لا بتطقني، خلاص البس الحجاب، البس الحجاب، شيل العقرب بخميشة طوالي بشيله. ده عقيدته في الله ولا في حجابه؟ ده لو قلت في الله قبل ما كان يشيله، لو قلت في الحجاب، هو صحيح انه عقيدته في الحجاب، خلاص ده تورط، معناه معتقد انه الحجاب ده هو الحماه من شنو؟ من العقرب، وده شرك. الله قال في القرآن: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. والله ده شرك قبيح جدا. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اجوا يا أخي غشوا في الناس والنساوين ولقطوا قريشات، والله زول ولا بيخجل، لا بيستحي من الله ولا من خلق الله. تلقى عاطل ما شغال، يخدت له حجبات يبيع، يخدت له عظمات يبيع، يخدت له قصبات يبيع، يقول لك دي من الحمى، وده بتاع رزق، وده بتاع سكين، وده بتاع عقرب، ده بورطك يوم القيامة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نمرة 2، قال: احفظ الله تجده تجاهك، لأنه أنت بتموت قدامك طريق طويل، في موت وقبر وقيامة، وفي صراط، وفي تطاير صحف، وفي موازين، وفي كلام كثير أخبار وأشياء كثيرة لرجاك قدام، وقيامة قال وبعث ونشور. قال لك إذا دار تنجو احفظ الله تجده تجاهك. تحفظ الله كيف؟ تعمل الأوامر، قال لك اعمل كذي تعمل، تجتنب النواهي، قال لك ابتعد من كذي تبتعد، تقيف عند الحدود، انت كذي الله بيحفظك قدام. نمرة 3، قال: إذا سألت فاسأل الله. لو جيت تدعو ما تنادي لك زول زيك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ده زول زيك كذي، بياكل زيك، بيشرب زيك، بينوم زيك، بيمرض زيك، بيموت زيك. في شيخ في الجزيرة ساوي لنا بغلبة، قايم وقاعد، وناس دكاترة يمشوا ليه، وعطالة يمشوا ليه، وغيرهم. الزول ده لقيت له مقطع بتاع فيديو،
مقطع سربوه من جوا، من جوا البيت سربوه وصل للناس. ابشر ابشر، ما عندك اي مشكلة. ده شفت كيف بعدين سربوا المقطع؟ شيخ كبير، قال كبير وليس فيهم كبير. بعدين يهبش في جبهته كذي، قال جيبوا لي الحبوب وعيان. يا جماعة جيبوا لي الحبوب ديك، الحبوب اللي سيما اللي سيما. بعد شوية قال اللي سيما بتاعت المسكن ديك يا أخي، الوجع ده شديد. أوه والله قال أكلتها من غير نفس ذاته يا أخي، ما في حبوب تفتح النفس، ما في حبوب تسكن ليه الألم ده. وين الحبوب؟ شو هذول مستهبل كيف؟ انت ما قلت المحايات بتنفع، ما قلت البخرات بتنفع، عشان تعرف المحايات دي ما بتنفع ولا بخرات تنفع. الشيخ ذاته يفتش للمسكن، لحبوب المسكن، معناها شنو؟ معناها شغلته دي طلعت نيه ساي. عشان كذا الله قال في القرآن وإذا مرضت، إبراهيم عليه السلام قال كذا، الله جابه في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين. فدي دعوتنا يا جماعة من قبل، الناس تتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما تنادي لك زول يا أخ، تنادي كيف يا أخ؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يا أخ قبل شوية أخونا بيتكلم هنا، دي واحد بيجاي عنده بهايم، والله سمعته بأذاني ما افتريت عليه، والله جد زول حكار، زول ما كويس. قال يا ناس فلان انت بتوجع فينا نحن، انت عشان زعلان مننا احنا تخش جهنم؟ تنادي في البشر؟ الله قال في القرآن ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت، مشيت ناديت غير الله وناديت الشيوخ، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعدين انت اللي بتنادي فيهم ديل هم ماتوا في الواطة عديل، انا عيان دار اقع ولا عربية دار تنقلب، خايف من شنو؟ والله خايف من الموت. وطيب الناديته ده مات عديل، انت الخايف منه ده ضاق عديل، معناه شنو؟ معناه شغلتك دي نية ساي. الله قال في القرآن وتوكل، اعتمد على منو وتعتمد على منو؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. والحي اللي ما بموت واحد وهو الله تعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال لك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما تستعين بغير الله. وكنا ناس فلان وناس علان وغيره بورطوك. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نمرة خمسة، قال واعلم أن الأمة جت، خلي شيخ فلان وعلان، واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، كلها كان اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، معناه ما تخاف منهم ولا ترجو منهم حاجة. ولو اجتمعوا تاني الناس ذيل كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام. نمرة ستة، قال لك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك، في لفظ وإن اجتمعت على أن ينفعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فملخص الكلام، الزول يتعلق بالله يا جماعة، ولا يتعلق بحجاب ولا بفكيه ولا بحراسة ولا بودعة ولا بمحاية ولا ببخرة ولا بقبة ولا بتراب ولا بعلم ولا بقطعة ولا بورقة ولا بأم اللحود ولا غيره. وإنما عقيدت في الله صحيحة. الله بوفقك وبنجيك، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إن شاء الله شيخ شهاب يختم لنا الحلقة، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.